الحكايات اسمع وشوفوا كل حكاية من الحكايات غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات أنا 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 ما غلطتش أنا 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 مظلومة نفسي أدش 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 أنا نفسي أدش دماغها بشومة إيه اللي أنا قلته إيه اللي الخير مش اكتر اه يا جبايرك اه يا عمايلك يوم ورا يوم مشاكلنا بتكتر طب انا راضية بحكم الناس بس يا ريت بس يا ريت بس يا ريت تحكي باخلاص اسمعوا 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 شوفوا كل حكاية من الحكايات اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات وحصلت وبتتكرر من عنايات غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات أنا 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 مظلومة نفسي أدش دماغها بشومة خدي يا كحك العيد يالي وجديد في جديد يالي معجون بإيديا يالي ليكم وليا يالي يا كحك العيد يالي وجديد في جديد يالي منقوش بإيديا يالي ليكم وليا يالي ايه ست ابويا اختي راسي راسي يا بنتي تفيده يلا يلا يا يلا يا كحك العيد يالي وجديد في جديد يالي معجون بإيديا يالي ليكم وليا يا جنيه يا جنيه يا ابو مروحه عرفتنا جميله ومروحه يا تفيدة خدينا لانوبك يا طبق الكحك على فوقك يا عروسه خدينا على فوقك يا طبق الكحك على نوبك ايوه يا كحك العيد وجديد في جديد معجون بإيديا ليكم وليا الله أكبر الله أكبر يا كحك العيد يالي جديد في جديد يالي منقوش بإيديا يالي ليكم وليا يالي سامي سامي يا فتحي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلا يا أخوي عامل لك كلمة بقى كل سنة وأنت طيب يا فتحي ودول بقى هنقلهم على كام مرة ست هاني قال لك إيه يا فتحي يا أخوي على مرتين على ثلاثة براحتك وبعدين عايز أقول لك إيه ده الفرن جنب البيت يا أخوي الله كل سنة وأنت طيب يا فتحي ماما بقول لك كحك والبسكويت لينا إحنا بس طبعا يا حبيبتي لينا بس ده كتير قوي لا مش كتير يا حبيبتي كل سنه وانت طيب وبعدين احنا في العيد في العيد وانت طيبه بس بابا قال اكل الكحك كتير بيوجع البطن بقول لك ايه ما تسمعيش كلام ابوك يا الله خلاص وانت ما تاكليش الكحك ولا انت ولا ابوك انا اللي هاكله كله ايه رايك بقى يلا يا فتحي غريبه اشمعنى الكحك هيوجع بطني انا ولا يوجعش بطني ماما يلا يا فتحي يلا يا اخويا اعمل لك همه كده احسن بان الفرن زحمه مساء الخير يا جماعه كل سنه وانتم طيبين ها ابراهيم مساء الخير يا اخويا مساء الفل ازيك يا اخويا اوعى ياخد فسح شويه فسح اوعى تعال تعال حطته بس يلا حطته ايه يا واد ايه ما تبقاش خرع كده يلا بالراحه بالراحه يا اخويا على الكحك والبسكويت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مساء الفل لسانك بينقط عسل ابيض اتفضلي ايوه يا اخويا يزيد فضلك فسح شويه عشان النفس ما تبصوش على الحاجه بقول لك ايه بقى يا ابراهيم انا عايزك تركز معايا بقى وعايزه نار الفرن تكون ايه هاديه عشان بقى الكحك والبسكويت ما يتحرقش بالك لو صاجت حرق انت عارف بقى انا هعمل ايه مش هرحمك ما تخافيش يا مدام عنايات وبعدين دي مش اول مره حضرتك تسوى عندنا وبعدين مسايك فل ربنا يخليك يا اخويا محدش بتبصوا على ايه بتبصوا على ايه يا اختي انت وهي شويه كده الله ودي يا عبده شويه يا عبده تعالى خد حاجات مدام عنايات بالراحه يا عبد بالراحه يا اخويا شغل بسرعه يلا يا فتحي ايدك معايا يا اخويا بالراحه انا معلمه السيجار اوعى يتلخبطوا مع سيجار حد يلا سيجار بركات يلا ادي البسكويت يلا بشيل يا ابراهيم ما تشيل يا اخويا يلا تمام بالراحه مدام عنايات انا عداهم محدش ياكل حاجه انا بقول لكم اهو ها يلا يا اخويا ما تمشيني الاول ما انا واقفه قبل الست ما تيجي ايه ايه اوعى يا ابراهيم كده اوعى شويه تعالي هنا ايه اللي واقفه قبل مني دي
انت عارفه ان انا حاجزه من السنه اللي فات كده ولا ايه يا ابراهيم؟ حاجزه؟ حاجزه ليه ان شاء الله؟ هي سيما ولا سيم؟ لا ايه اللي سيما ده، انت باين عليك لسانك طويل قوي، وانا بقى عصبيه. هدى اعصابك يا مدام عنايات. الله انت مش سامع بتقول ايه؟ يوه هو انا قلت حاجه يا ست؟ انت بتشتغل عند مين يا بنت؟ عند مدام كوثر في عماره نمره 9. يا اختي ده الحكايه في بيتها، نهارك ابيض. دي كوثر دي صاحبتي الروح بالروح. امال ايه؟ انت تروحي لها وتقولي لها مدام عنايات بتقول لك كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليك وعلى الاسره كلها، وبتقول لك كمان اجلي الكحك والبسكويت السنه دي، عشان انا اللي هعمل السنه دي، والفرن بقى مش هيبقى فاضي عشان انا عامله كتير قوي. ناجله بعد ما عملناه. وبعدين انت عايزاها تضربني ولا ايه؟ اللي عايزاها تضربني ولا ايه؟ يا فتحيه ست عنايات بتحب تهزر وما تبقيش حمائيه قوي كده. الله. وبعدين هيمشيكي، بس بقول لك ايه، تقفي ما تفتحيش بقك، حنكك ده ما يتفتحش خالص، لحد ما اسوي لي حاجتي، فهمتي؟ وانت بقى يا ابراهيم انا هوصل البيت اجيب بقيه الساجات. عينيا يا ست هانم. اصل انا عامله كتير قوي. تهبدي اقعدي ما تتحركيش، يلا فسحوا الطريق. يا كحك العيد يا اللي وجديد في جديد، كل سنه وانتم طيبين. الله اكبر الله اكبر، خمسه وخميسه، ايه بتعدوا في الصاجات؟ ايه ده؟ ايه الناس اللي ما عندها الذوق دي ولا رحمه؟ يلا بسرعه يا اخوي، فسح انت كمان شويه يا ابراهيم عشان النفس. يلا ادرى جوه، دي الدفعه بقى اللي قبل الاخيره. عينيا يا مدام عنايات. جرى يا ست انت. هو انت ياخد الفرن لحسابك ولا حاجه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم. ده انت بتغلطي بقى، بتغلطي في عنايات، واللي يغلط في عنايات زمانه انتهى وفات. معاش يا مدام عنايات، بقول لك ايه، هي بتهزر، اكتمي بقى وقفي ساكته. اللهم اخزيك يا شيطان. وبعدين بقى هو انا كل عيد افطح لوحده؟ انما ايه الهلومه دي يا تفيده؟ كل دي سجاد كحك وبسكويت؟ انا حاسس يا بنتي ان انا ساكن كده في مخبز العائله. امال والدتك في الفرن من امتى؟ من الصبح يا بابا، بتودي سجاد وتجيب سجاد، بس المره دي اتاخرت قوي. معلش يا تفيده، الدنيا عيد وتلاقي الفرن زحمه. الله، بس انت يا بنتي متاكده ان كل السجاد اللي في الصاله دول بتوعنا؟ ايوه يا بابا. مش معقول، انا جات نصحه عن كده، تلاقيها مشاركه خمس ست ستات من السكان بتوع العماره. هو كده، لكن اشمعنى يعني عنايات هي اللي تروح الفرن وهم ايه قاعدين مستتتين في بيوتهم؟ لكن معلش هاكل الكحك ده كله لوحدي. يا كحك العيد يا اللي وجديد في جديد يا اللي، يا كحك العيد يا اللي وجديد في جديد يا اللي، معجون بايديا يا اللي ليكم وليا يا اللي، يا كحك العيد يا اللي. ما هي عندها حق يا مدام، انا واقفه من بدري. ايه ده بقى، ودي طلعت لنا منين دي كمان؟ لا انا ما طلعتش، انا شايفاكي سجاد داخله وسجاد خارجه. ايوه يا اختي، وانا واقفه كده من الصبح زي ما انا مش عارفه اعمل حاجه. الله الله يا عبد الله، ده قر بقى، ده قر ذكر يا اخواتي. صحيح يا مدام، انا عايزه افهم دلوقتي،
الصاجات ديت مش صاجات يعني بتاعت بيت، ما هو انت عندك محل يا بتعملي في بيتك بتبيعي. ببيع ايه؟ طب تعالي بقى، انا سكتلك من الصبح، سكتلك من الصبح، انا اخلي وشك زي البسكويته المحروقه. تعالي ده انت ده فاكسين يا شيخ، انا سكتلك من الصبح اقول دي ايام مفترضه وانت مش عايزه تخرج. يا ابن الحمار انا ما حدش حاسس ما حدش يعيش ما حدش كده. انا سكتلك ده فرسان من الصبح. ايه يا بركات دي؟ فرساني من الصبح. بقول لك ايه، قفش لي بقى يا بركات، هعضها وتخلي بالك من الكحك والبتفور. البتفور ايه ده؟ انا كده بيتي هيتخرب، حرام عليكي. اوعى هعضها. جرى ايه يا ست عنات؟ انا ملوش شغلانه الا انت ولا ايه؟ كل يوم جايه لي بمشكله. ها قولي لي بقى، عضتي فتحيه ابو اليزيد ليه يا ست عناد؟ يا حضره الضابط، يا فندم سيادتك الكبير، بيني وبينك دول ستات في بعضيهم. لو خرجت انا وحضرتك من المشكله دي هتتحل ان شاء الله، صدقني هتتحل. نعم اخويا هتتحل. يعني تسيب مراتك فاتحه بقها وبتعض في خلق الله وتقول لي هتتحل وستات في بعضيهم؟ انا ما ستهاش والله يا حضره الضابط، انا لو كنت موجود ما كانش حصل اللي حصل. انا ما عضتهاش بركات، هي اللي لسانها طويل مش سامتني، قالت لي الفاظ وحشه قوي 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 ما اقدرش اقولها ابدا. تصور كانت هتمد ايدها عليا. لا والله يا سعاده البيت، هي اللي عضتني وشتمتني كمان، وعندي كمان شهود اشهاد. على فكره انت هتخش النار. العموم كل ده هيبان في التقرير الطبي. ايه هو يا فندم في تقرير طبي؟ طبعا. مبسوطه يعني؟ ها هو التقرير الطبي ده خطر عليا وعلى الاسره والمجتمع والناس؟ طبعا يا اختي خطر. جايز تكوني عملت لها عهد سليمه وتجيب شهاده من المستشفى انها محتاجه علاج اكتر من 21 يوم، ترفع عليك قضيه وتتحبس. قضيه؟ طب والعمل يا بركات؟ بقول ايه يا حضرتك احنا داخلين على العيد وكل سنه وانت طيب، وانا رايي ان الصلح خير برضه. والله البنت قدامكم اهي، لو وافقت على الصلح انا ما عنديش مانع. ربنا يخليك. هي قلت ايه يا بنتي؟ يعني انا عشان غلبانه عايزه علاج يا عم؟ ماليش دعوه، انا عايزه حقي. حقك هتاخديه ان شاء الله، واذا كان على علاج يا بنتي المساله بسيطه قوي، ده هو قرص نوبالجين على قرصين انتيبيوتيك، وبعدين كحكايه ناعمه ربع كيلو قريبه ربع جنيه، كل سنه وانت طيبه بقى. ماليش دعوه، عايزه حقي. اوه يا بركات، يعني اخويا كنت عاوز اعمل لها ايه؟ تطول لسانها عليا واسكت لها، ده كانت شويه وهتضربني. يعني هات الست مش غلطانه وعندها حق، شايفاك يا ستي واخده الفرن كله لحسابك، كل ده بسكويت وكحك وقريبه، ايه ده كله؟ كانك هتفتحي محل حلواني. اخويا كل سنه وانت طيب، ده احنا داخلين على عيد. يعني عشان داخلين على عيد يعني تخربي بيتي؟ يا سلام، هي جت عليا انا بقى؟ كنت تعالى اشوف روحية اللي في الدور الاولاني. يا عم لا شيء وشويات، ده عندك كميات ايه؟ يا بنت الناس، انت مالك ومال الناس؟ ما تسيب الناس في حالها وخليك انت كمان في حالك، ولما تيجي تعملي حاجه زي كده احسبيها وعقليها في الاول. اسكت بقى يا بركات احسن، انا مرهقه من اللي حصل لي، ولا سهد الفرن يا ساتر على وشي، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني انت مرهقه من اللي حصل لك النهارده؟ انا بقى تعبت والتعب زاد عليا قوي من اللي بيحصل لي من يوم ما اتجوزتك يا عنات. يا اخويا بقى روق كده، كل سنه وانت طيب واحنا داخلين على ايام مفترجه. الله بتروق بقى يا راجل وخليك حلو. ما ماشي يا غريب. طب يا ناحي ماشي. علشان خاطر الايام المفترجه بس انا سامحت. ايه ده؟ وانا يا اخويا كده في سؤال محيرني من يوم ما اتجوزتك، اقول انا جوزت بركات ليه؟ السؤال اللي محيرني اكتر. ايه غلطانه ولا مش غلطانه؟ طب تصدق بقى وربنا غلطان. غلطانه وستين غلطانه. انا اسف وربنا انا اسف، انا حقيقي انا غلط، انا حقيقي انا اسفه يا اخواتي انا بعترف. يعني تغلطي وتعترفي يعني هات والضحيه في الاخر. ما تقولش بركات. صح. انا بعترف ان انا غلطانه وهاخد
عرفت عرفت ايه يعني عرفت عرفت ايه يعني عرفت انك غلطانة طب ان شاء الله تكون فهمت 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 تكون فهمت انا فهمانة امال انا يعني ما بفهمش امال انا يعني ما بفهمش انا مش قصدي انا مش قصدي بس يا ريت ده ما يتكررش ايوه يا ريت يا مدام عينيات زي ما قال الاستاذ